غشاش ومكار وبيحتال عقرب العالم إله. أكل الظالمان ذهب الثعلب. يلا انقلوا هدول الأمثلة وحطوا دويرات على الحروف اللسوية. يلا هدول الظالمان والثعلب كل واحد في حرف لسوي، بس شو أنجس من الثاني؟ كيف إذا بيجتمعوا مع بعض بيروح هذا الظالمان لحتى ياكل ويبلش يسرق من حقول هالزرع؟ بيجي مين بيشوفه؟ الثعلب بيتخبالي ورا هالشتلات وبيهجم عليه. بيجي الظالمان بخاف، وهذا لما بخاف بطلع ريحه بتسمم كل المحصول بصير عالزباله، ولكأنه في حد تعبان ولا شقيان فيه. ضعيف انكبري لجوا. احسن رائع، بوركت جهودك يا احسنتي، رائع احسنتي لعيا. رائع بوركت جهودك، وفقك الله وفقك الله، احسنتي رائع. تعال عندي، تعال هوني، فرجيني ضغطي لك شو، فرجيني يا بتعرفي، فرجيني ضغطي بدنا نقصي قبل لجوا اللي بعده. العرض الفني اللي بيتضمن إلقاء كلمة يوم المسرح العالمي وتكريم الدفعة السابعة من خريجي المعهد دفعة 1987، وهذا تقليد ماشي عليه المعهد بأنه دائما بيحتفي بخريجي وبيعمل هذا التواصل مع خريجي المعهد، ومن ثم ننتقل للعرض الفني اللي عاملينه طلبة المعهد. لا شك الاحتفال بهذا اليوم أمر بيعني لنا كثير، لأنه المسرح يستحق الاحتفاء ويستحق أن يبقى هذا الفن اللي هو أبو الفنون، فن بيعكس الحالة الثقافية والمستوى الإبداعي لكل الشعوب. من شان هيك المعهد يحتفي بهذه المناسبة وبصر دائما يقدم المستوى الأكاديمي اللي بيقدم مستوى المعهد. معهد العالي للفنون المسرحية عمل فعالية لطيفة رح نلقي فيها كلمة يوم المسرح العالمي، بلقيها الأستاذة مريم علي، ويتم فيها تكريم الدفعة السابعة من خريجي المعهد، ورح نقدم فيها منجز من منجزات طلابنا اللي قدموها بالفصل الأول، يعني كشكل من أشكال خلنا نقول الخصوصية شوية عن الفعاليات الأخرى اللي بتصير بالمراكز الثانية، وإن شاء الله يا رب هيك نكون قد حملنا، يعني مقدمين شيء لطيف يليق بالأكاديمية اللي نحن موجودين فيها. عرض لطلاب السنة الثانية وكلمة يوم المسرح العالمي وتكريم لدفعتي، دفعتنا اللي هي تخرجت بسنة 1987 الدفعة السابعة بالمعهد، ففي تكريم للدفعة هاي ضمن الفعالية. حطيتوا دويرات على الحروف يا أمي؟ يلا نلعب ليل نهار. صفت شوكولاته يا استاذ ياسر، بس اترك وهاتيلي حالك يا استاذ. انت مانك عم تفهم علي ابدا، انا حتى كان بدي اجيب زريعه وحطها على هالطاوله ويصير الصف مثل كانه بيتي الثاني، يمكن لانه انا حرك شوي وعندي اساليب الحديثه بالتدريس، باخذ طاقه من هالارض وبعطيها لهالطلاب وبيطيروا عقول هالطلاب وادمغه هالاساتذه وبيتحدوا مع بعضي ليصير في عندي نوع متطور من التدريس والفكر المنهجي.